تعود ليه ونجم ونحن نتابع هذه الكرة. محاولة ممتازة من صلاح الدين السعيدي، ممتاز 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 ممتاز، إلى خارج أرضية الملعب. دفاع فريق الكوكب الرياضي مراكشي يتحمل عبء المباراة بشكل كبير، بشكل ممتاز. أمامية، فرصة فرصة فرصة، إمكانية من أجل التصويب، تصويب كان بإمكان نعم ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء يقول الحكم. وتحدثت على السريع واتزم، ذكر طارق مصطفى نعم مدرب المدرب، ذكر مدينة واتزم. إن شاء الله سنلتقي يوم الثلاثاء إن شاء الله من المقابلة اليوم الاثنين المقبل، في رحلة رفقة طاقم القناة الرياضية لتأمين النقل التلفزي، المقابلة المهمة والبداية. كرة ملعومة من جانب الوداد، برافو 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 برافو، مايو مايو يتمكن من انقاذ الموقف امام تصويبة عطوشي قرب للمرمى، مان تو مان، شوف معايا روعة، وتصدي من جانب حارس اسمه بايو اللي تمكن. كرة ملعوبة من عمر طيف نصير، الكرتي امين تيغزوي، تيغزوي يبحث على 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 طريقته الخاصة في تسجيل الاهداف، ونجم يرفع كرة تمريرة جانبية راسية الصعيدي، التصويب، كرة ممتازة، جول جول، تيغزوي يضع الكرة في المرمى معلنا عن اول الهدف. امين امين تيغزوي يصوب تصويبة يسارية ساحرة، يضع الكرة في المرمى معلنا على الهدف الأول، وتشتعل البهجة والفرحة في المدرجات. لم تسجل من نقطة الجزاء ولكن سجلت بأقدام من تيغازوي، تصويبة ينس لم يترك من خلال الدفاع ولا لحارس المرمى الحظ والحظوظ لإيقاف هذه الكرة. يفعل الوداد، يسجل الوداد، يريد ان يذهب المستودع عن ملابس الوداد وهو سعيد بول الهدف. وداديو النار يفعلها، النار يفعلها من الجهه اليسرى، ويضع الكره في الشباك معلنا عن هدف اخر ياتي في هذه اللحظات من جانب الكتيبه الوداديه، وانهيار من جانب فريق الكوكب الرياضي مراكش اللي كانوا ينتظروا الجميع باش انه يرجع في المقابله، انه يرجع في المقابله ويسجل على الاقل هدف تعادل. اميتي غزوي لصلاح الدين الصعيدي، والصعيدي بدوره للنيري، النيري يضع الكره في المرمى معلنا عن هدف اخر في هذه اللحظات. مشاهدينا ياتي من اقدام لاعب اسمه محمد النيري، الهدف رقم 35 في الدوري الاحترافي لحد الساعه، الهدف رقم 35 لحد الساعه من جانب الوداد، فيما الجماهير الجماهير تتابع بيتي، يخلق على الاقل خطوره الحارس. ناري يصوب تصويبه، ضيع، قلت ان ناري كان بامكانه ان يضعها في المرمى امام اربعه لاعبين لم تكتمل الكره الماضيه، تصويبه بالمقص، واربعه لاعبين من الوداد يضيعون، اربعه لاعبين ما تمكنوش من وضع الكره في المرمى معلنين عن الهدف الثالث. شوف الطريقه على مستوى التغطية من بايو، الحسن الجليلي كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب الحارس، محاوله من جديد، فرصه فرصه، امكانيه التصويب، محاوله مميزه، كره مميزه ولكن في اخر المطاف الى خارج وقعة الملعب. وبدا لعوبه من جانب عناصر فريق الكوكب الرياضي مراكش داخل منطقه الجزاء، كره مميزه، تضيع، يضيع ما لا يضيع، يضيع ما لا يضيع، هي لقطه رائعه ممتازه، التكمله لم تكن بالشكل المناسب بالمقاس المناسب من وسام البركه، محاوله من جديد جمال براس، انتظار مواسم اخرى ربما تكون افضل، كره ممتازه، يمشي ونجم الرائع، ونجم يلا يا ونجم يا ونجم يا ونجم يا ونجم يا فنان يا ونجم الرائع، ونجم ليست مساله اهداف ولكن هي مساله دقه، ودقه هذا البطل اعطت هدفا جميلا ورائعا بالفنيات بالفنيات بالطريقه المميزه، قام بما قام وفعل بطريقه جميله، يضع هدفا ثالثا في مباراه اليوم، هدف النيه لاعب
فنية لاعب مميز بقيمة نجم، انهزم الحارس، امشى الدفاع، وبعد ذلك بهدوء 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 قرهم، درسهم، علمهم للتيكي تاكا الودادية. هدف مميز من جانب لاعب اسمه نجم. هذا الهدف الثالث من الوداد. الوداد يقص على الكوكب اليوم. الكوكب يعود، الكوكب يعود، هدف الانفاس الاخيره من عمر المباراه. الكوكب الريالي مراكش يعود ليضع لنفسه عنوانا ويعلن عن الوجود. هدف الثالث من جانب الوداد والهدف الاول من جانب فريق الكوكب الرياضي مراكشي عن طريق اللاعب المميز عبد الله عميمي يتمكن من وضع الكره في المرمى. قلت صدع كلامي السقاط وارفع كره داخل منطقه الجزاء. لو انه كان هذا الهدف في الجوله الاولى من عمر المباراه كان تغير الامور وتغير اشياء كثيره، ولكن تاخروا كثير سفي وضيع امكانيه الانتصار. الصف الثالث تبعد الكره، تصويبه ممتاز، النهيري يضيف الهدف الرابع، النهيري يضيف الهدف الرابع اليوم. طريقه جيده على مستوى التصويب، طريقه جيده على مستوى التصويب، النهيري يضيف هدف اخر في هذه المباراه. اربع اهداف مقابل هدف واحد، أربع أهداف مقابل هدف واحد. شوفوا نجم طريقة المرور، تهيئ النهيري وتصويبة النهيري، كرة مباشرة في المرمى، كرة مباشرة للمرمى